التوأم حسام وإبراهيم ينضمان إلى فريق التحليل استوديو الحياة، أقوى استوديو تحليل كروي للدوري المصري الممتاز. الإعلام الرياضي لازم يتغير. مع ألمع خبراء تحليل فنيات كرة القدم بمصر. انتظرونا بمفاجآت كثيرة مع بداية انطلاق الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. نتممها إن شاء الله لآخر لحظة في البطولة. استوديو الحياة قريبا على الحياة 2.